حابة دردش معاكم شوية كده النهاردة في سؤالين جولنا، وعايزة بقى ايه، عايزة كل الامهات لسه حديثة الزواج كده اللي بقالها سنة وعندها طفل لسه 2 سنتين 3 تسمعني هقول حاجة مهمة النهاردة. ازاي نعرف ننيم العيال ويناموا وتبقي مستفيدة في غرس سلوك او قيمة الوقت ده؟ عايزة اقول لكم على شوية حاجات، 4 حاجات هنعملها سهلة وبسيطة، والكل أم، والبنات، البنات اللي بتكتب ورايا تكتب ماشي، عشان هقول حاجة جميلة جدا جدا النهاردة على موضوع ازاي ننيمه ازاي ننيم العيال، السن الصغير السن الكبير، والله حتى لو كانوا فين هيناموا هيناموا، بس اهم حاجة ان احنا ناخد سلوك وغرس قيمة باللي هنعمله. السؤال التاني اللي هجاوب عليه زمن الفتن، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اول حاجة موضوع الاولاد، اولا انا هقول لكم على تجربه شخصيه انا كنت بعمل. طبعا ما شاء الله انا عندي 4 اولاد جايين ورا بعض ماشي، يعني فرق سنه سنتين، فكله كان الاربعه صغير كله بيتكلم في وقت واحد، فكنا علشان ننام كنت بعمل شويه طقوس كده انصحكم بيها. اول حاجه اولا خالص ان انا اعدل التنفس، تمام؟ التنفس بتاعهم ما يبقاش لا بصوا بقى كده يلا، طبعا ده سن 3 سنين، وانت طالعه قبل سن 3 سنين هتعملي الخطوه رقم 2، لكن لو بعد سن 3 سنين يعمل معاه نفس، ياخد 4 عدات يكتم عدتين ويطلع على 8 عدات، او العكس ياخد 4 2 4. اي تمرين من التنفس من ده يظبط تنفس اولادك قبل النوم، بيعمل نوع من الاسترخاء. تاني نشرح تاني عدد ذبذبات المخ، اهو بصوا البيتا وبعدين الالفا وبعدين السيتا كل والدلتا، طبعا كل الكلام ده بيتظبط لما اظبط التنفس ذات نفسه، ده رقم 1. يبقى اول حاجه بظبط التنفس بيبقى بهدوء جدا يعني. رقم 2 ان انا بشيك على القران، يعني انا عندي قران في خلال اليوم، انا مثلا ماسكه مثلا سوره الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، يبقى انا بحكي قصه الفيل وبعدين مصوره وبعدين بفرجهم عليها فيديو وبعدين بنلون القصه وبعدين بجيب القصه المصوره، المكتبات الاسلاميه فيها القصه المصوره، كل الكلام ده وانا بقول لسه الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل وهكذا. فانا تاني حاجه مني بعد التنفس بشيك على القران، بقرا مره وكل واحد بيقول يا الايه يكررها معايا، يا الاولاد بقى يكرروا الكبار مع الصغيرين، وبعد كده ناخد من كل طفل الايه بتاعته. الخطوه رقم 3 الخلق او السلوك اللي انا عايزه اغرسه او اللي انا عايزه اثبته عند اولادي، يا بحكيها من خلال قصة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما بقول موقف من السيرة، يا إما بحكي وبسقط على كده. يعني كان مفروض إن إحنا مثلا هنتكلم مثلا عن أدب الاستئذان، ديت اللعبة بتاعت مثلا أختنا عبير، فما جت بقى علشان تلعب مع لعبة أخوها لازم تستأذنه، ونتكلم بالأسلوب دوت وبالطريقة دي. يبقى أنا أول حاجة تاني تمرين التنفس، رقم 2 بشيك على ايات القران، الايه او الايتين اللي انا واخدهم على مدار الاسبوع مع القصه، رقم 3 الخلق او السلوك، يا قصه من عند النبي عليه الصلاه والسلام، يا حاجه من السيره او اسقطها عليهم، رقم 4 ان انا انيم بقى. طبعا انت ما شاء الله طول ما انت بتحكم مصحيين، عايز اقول لك ما بيناموش انت اللي بتنامي، لكن رقم 4 انا عايزاكي تعملي معاهم النوم على افضل العزائم. هم مش هيفهموا يعني ايه النوم على افضل العزائم، ممكن يكرروها بس هم مش فاهمين يعني ايه. وصيه للنبي عليه الصلاه والسلام، افضل العزائم بكره هنعمل ايه؟ احنا هنصحى الفجر ونصلي بقى ونحفظ قران ونسمع كلام ماما ونخلص اللي علينا وندعي ربنا ونرتب حاجتنا ويجي ابي عشان يفرح بينا ويدعي لنا، وبعدين الخروجه ما اعرفش فين، كل الكلام ده هعمل ايه تاني يوم؟ طبعا طاعات وصالحات والكلام ده. الرقم 5 ودي بقى اللي عن تجربه، كل ده لسه ما ناموش، كل ده مع تمرين التنفس طبعا، ولما تلاقي التنفس بتاعهم بص رجعت تعيدي تاني ان هم وتذكريهم تاني بالايه؟ ب4 2 8. طيب في بقى الجزء التاني اللي هو خاص بيه الرقم 5 ودي عن تجربه، اللي هو الذكر. وابتدي بقى عشان بقى يتخيلوا بقى، طبعا احنا عندنا الجنه غيبيه النار غيبيه،
الموت غيبيه، كل دي غيبيات احنا مامورين بيها. تمام. انيم بقى على ايه؟ على القصر اللي يتعمل لك في الجنه طول ما انا بذكر الله سبحانه وتعالى. بتكلم على سني 3 سنين يا امهات، يعني بتسالوني بتكلم على سني 3 سنين، وافضل معاهم. وانت بقى لما هتعمل كده ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيفضل يخلي الملائكه تبني لك في القصر، تبني لك في القصر، تبني لك في القصر. طول ما انت نايم، اول ما تصحى وخلاص تبطل ذكر، خلاص هم سكر. كملت الذكر تاني، طب هناخد ذكر ايه بتاع الاسبوع ده يا اولادي؟ هناخد ذكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لحد ما ننام هينام. برضو مع تمرين التنفس، الخمس خطوات دول 4 ثابتين، والذكر هو اللي بالايه اللي بيتغير طبعا مع ايه القران طبعا زي ما انت ماشيه معاه. انا هقول لكم على 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 حاجه زعلتني جدا، معلش بقى استنى لما اجيب الكرسي ده عشان خليكم هلا. شفت طفل يعني وطفله سن 10 سنين وسن تقريبا كان 8 سنين مش حافظين الفاتحه، مش حافظين الفاتحه. انت يا كل ام الله يصلح حالك، انت يعني انت هتقابلي ربنا ازاي؟ تقول لك لا مواعيد، والعيال معفرطين، سيبك من العفرطه والشقاوه احنا متعودين على كده، لكن ويكسروا ويعملوا، هي دي مرحلتهم، ويتعلموا ويعملوا ما فيش مشاكل، لكن مش حافظين الفاتحه 10 سنين. ده المفروض على 7 يكون مخلص خلاص نص القران وداخل على النص الثاني. المفروض انت بادئه من 3 سنين، المفروض انت بادئه من قبل 3 سنين اصلا. وكل ما تبتدي بدري كل ما المهارات اللغويه والمهارات الفكريه لاولادك بيبقوا فاعلى من مستواهم. داخل 6 سنين بيقرا من المصحف. انت بتقول احنا انا مش عايزه حضانات ولا الكلام ده خالص الفتره ديت. حضانه ايه اللي اروح اوديه 8 ساعات في مكان لمدرسه هي ذات نفسها محتاجه تتاهل وتتربى من جديد. لا غلط. انا حزنت حزن شديد جدا بسبب الطفلين دول 10 سنين وثمان سنين يا مسلمه، وما انتش محفظاهم الفاتحه ولا قل هو الله احد. يعني ازاي؟ يعني ازاي؟ مين امال هتستني لحد ما يبقى امتى؟ اكبر غلط، اكبر غلط. بصوا تاني، يا كل ام بتسمع ويا كل بنت بتكتب ورايا، انا عارفه ان في بنات ما شاء الله عليهم ربنا يبارك لهم ويرزقهم الازواج الصالحين يا رب، اللهم امين، كاتبينهم مفرغين وعاملين لي سكرينات من حلقات التربيه. يا بنات يا امهات يا نساء، من فضلك اكتر فتره ترسخي فيها القران اللي بيتحفظ، قصص الانبياء، سيره النبي عليه الصلاه والسلام، الحديث اللي بيحفظوه، حديث السطر الواحد ده بنحفظ فيه العيال اكتر من 60 او 80 حديث. الخلق اللي انت عايزه ترسخيه، او السلوك اللي انت عايزه تستنكريه، وبعدين النوم على افضل العزائم، وبعدين نوايانا بقى، ها، وبعدين الذكر اللي هنقوله تاني يوم او اللي هننام عليه لحد الملائكه، قول له قصر جميل في الجنه وقصر حميد والنبي عليه الصلاه والسلام والحق، وافضل احبب 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 اشوف افضل فصله. ليه؟ لما بقول لك على تمرين التنفس، عدد ذبذبات المخ من 120 ل 80، وبعد كده ادي البيتا، وبعدين ادي كده اللي بعديها على طول على طول. احنا عايزين مرحله المرحلة اللي بيبقى فيها من 4 ل 8 أو من 0 ل 4، بلاش 0 هيناموا، خلينا من 4 ل 8. حلو، بيبقى بطيء عدد ذبذبات المخ، بطيء وعامل كده، فبيتلقى يتلقى ابني، ما بينساش الكلام ده. وأنا أعرف بيوت وأعرف أمهات، أقسم يمين بالله عز وجل أعرف أمهات عيالها 6 سنين، اللهم بارك اللهم بارك، وتجي تكلميهم مخلصين سيره، مخلصين قصص الانبياء، خلصوا كتاب رجال حول الرسول، خلصوا ال40 النوويه، وداخلين يقول لك خلاص، تقول لك انا هديهم يعملوا البخاري ويحفظوا البخاري ويحفظوا مسلم. ايوه، طب هم ماشيين في القران، ماشيين بثبات، لكن يبقى 10 سنين ومش حافظ الفاتحه؟ تحاسبي والله ما برأيك، وتحاسبي ابنك لحد 12 سنه بتاعك، بنتك لحد 12 سنه بتاعتك. الاب بقى بيجي بعد المرحله دي، سواء مع البنات بالتحبيب والكلام الطيب واللي حلوه يا اموره يا حبيبه بابا، وتسمع الكلام ده من ابوها واخوها، ويجي من الـ من الـ من البنات من الصبيان سن 11 سنه مراهقه مبكره اهو، و12 سنه يلا بقى الراجل وانت معايا وانت، لكن سايبينهم كده حرام والله. ونسال امام الله يا جماعه، نسال امام الله عز وجل. طيب عرفنا ازاي ننيم الاولاد، الفقره دي مهمه، عرفتوا الخمس خطوات عشان انيم اولادي في هدوء كذا، وكانت نصيحه
يعني ربنا يكرمهم الحاج علي لبن، ربنا يا رب يمسيه بالخير، ايوه في المدرسه بقى كان يقول لا ما هو انتوا ما تجوش تقولوا العيال يلا ناموا وبره بقى انتوا في الصاله قاعدين وسمر والدنيا قايده ومش هيناموا. طفوا الانوار والنور خافت في الطرقه والكل هدوء، بس نص ساعه، نص ساعه بس لحد ما تعملي الخمس خطوات اللي انا بقول لك عليه، هتلاقي العيال هيبقوا زي الفل وهيناموا واللي انت بتقوليه في مرحله ما قبل النوم ده ما بيتنساش، ما بيتنساش. تمام، اقفل على النقطه دي. النقطه رقم 2، زمن الفتن. زمن الفتن مش عايزه بس اطول عليكم، حاضر انا هاخد الاسئله اللي انتوا كاتبينها على اللايف حبه 2 3 كده، بس مش عايزه اطول عليكم. زمن الفتن اللي احنا فيه، حديث للنبي عليه الصلاه والسلام، زمن سنوات خداعات وتصدق الرويبده ويصدق ويكذب الصادق ويصدق الكذب وهكذا. بصوا نص الحديث دوت في اخره ايه؟ يهلك، عليه الصلاه والسلام بيقول يهلك الوعول وتظهر التحوت. يا نهار ابيض، احنا عندنا تحوت. مش عايزه اقول عشان احنا علاوه، مش عايزه اقول اكثر من كده، بس ده احنا عندنا تحوت، تحوت عايزين ايه ده زمن الهيفات اللي طالع ده؟ ايه زمن انتكاس الفطر اللي احنا فيه ده؟ ايه لما حد يجي يتكلم على كان اللي ضد الفطره واللي مش عارفه ايه، ما في فيديو يا مسلمين تطلع تتكلم فيه عن انتكاس فطره ولا مش عارفه إيه البنت مع البنت ولا مش عارفه الا ويتشال ويتعمل لك عليه انذار ويتحذف من جميع انواع السوشيال. زمن انتكاس الفطره الحقيقي. يهلك الوعول، الناس اللي كان ليها قيمه، العلماء والناس اللي لها قيمه زي كشفاء دل على السلام. ويظهر التحوت، الناس اللي كانت لا تعرف وليس لها قيمه، هي فات. تعالوا شوفوا مثلا، يقول لك مثلا كده، طبعا احنا علينا منصة على التيك توك والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، احنا جميع منصاتنا اما حتى لو في المكان اللي فيه كله الكلام فاضي ورقص وحد يشوف الحركه، كل ما افتح التيك توك الاقي ايه ده، اقول ايه ده، هو في كل فتره كده تلاقي نشيد، مش نشيد بتاع مقطع مش عمال لك نشيد، طب بصي شوف مش عارفه ايه، طب بصي شوف مش عارفه ايه، وكل شويه يطلع حاجه جديده. لكن هو تقريبا دوت كل ما يعدي يعمل صوت يبوظ لي اللايف صراحه، فانت بنبهها على الراجل ده. عايزه اقول ان 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 بفضل الله، بفضل الله، واحده من البنات بتوع ثانوي وبنت في اعدادي، انا هبقى احط لكم السكرين دي في التعليقات، يا دكتوره انا بعدي قدرا كده، هي ما قالتش قدرا يعني، وانا بعدي كده لقيت مقطع ليكي، وانا من ساعتها وانا بتابعك وانا بحاول انتظم على الصلاه بسبب المقطع ده. لكن زمن الهيافات بقى والحركات ومش عارفه يحصل ايه، فيديوهات عامله بالملايين، هي الناس الملايين دي دخلت تشوف فعلا الهيافه دي؟ والله انا بستعجب جدا. عايزه اقول لكم في فيديو من الفيديوهات، فيديو يعني عرض ازياء، ماشي بتاع البنات وبتاع الكلام ده، ف ومحطوط العرض الازياء هي لابسه من قدام وبعدين اتضيرت، اوب اوعى استغفر الله العظيم يا رب، ايه ده؟ بتاع عامل ما اعرفش 3 مليون، ايه ده؟ هي الناس فعلا يا حاجه تضحك على فكره، يا حاجه تضحك. لكن ادعو الله سبحانه وتعالى، يعني زمن صعب وانت كمسلمه مطالبه بيه، حفظ نفسك يا بنتي وقلبك لله عز وجل، وحفظ الرعيه اللي انت هتسالي عنها يا كل ام. الموضوع مش موضوع تعالوا هنا يا بناتي حديث الزواج ولا العروسات اللي لسه على المقبلات والمخطوب، تعالوا لي هنا. اوعي اكون فاكره البتاع واعمل الاكل وزوجي وماشي وماله حبيبتي اعملي ده كده، لكن انت عامله مسؤوليه، اسمه بيت يتحط يبقى مكان للملائكه، بيتك ده زي ما بتبقي تسعي كده ان الديكور حلو ومش عارفه وايه والانتريه والحاجه والجميل جميل، ما بنقولش لا انت جميله وانثى وجميله اعملي كل الكلام ده، لكن في الاول وفي الاخر انا عايزه بيتك ده محط للملائكه، بيتك ده اللي انت بتسعي انك تتجوزي ويبقى زوجك بيحبك، بيت فيه ملائكه عارفين ان البيت ده بتاع فلانه وده مهبط لينا، في ذكر، في قران، في حتى اخذ بالاسباب. واحده بتقول لك انا حامل في التالت، والله انا جايبه كتب لتربيه اولادي لحد 6 سنين، انا زوجي كان داخل بمكتبه بيقولي دي المكتبه للكبار ودي المكتبه الخاصه بالاطفال، طبعا يعني انا خدتها منه خلاص، سرقتها كل اللي خاصه بالتربيه، وحاجات كانت قديمه وسبحان الله وقيمتها جميله.
قلت له بس خلاص يعني الحريم يجي يخش على ده يستولى على كل حاجه، لكن انت تعملي الكلام ده وتبقي حاطه في دماغي الكلام ده، حتى الله عز وجل يا ستي القيامه قالت يبقى انت خدت الثواب بالنيه، تبقى انت خدت الثواب. زمن يهلك فيه الوعول، الناس الصالحه الشرفاء العلماء يتكسر قيمتهم ويتسفه من رايهم ويجيب لك شبهه، ولا نعرف راي مثلا من اراء الفقهاء مثلا، والراي دوت مثلا يتكلم فيه علماء يقول لك احنا نسمع كلامك ليه، ما انت واحد زينا زيك، احنا نفسر زينا زيك. عالم ده عالم مجانين دي ولا ايه؟ العالم دي ما يعرفوش، وعمالين يكسروا في الفقه وفي السنه وفي الحديث وفي المرجعيات وحجيه السنه، كل الكلام ده ده كلام صعب قوي. وبعدين نقعد نتفرج على الهيافات يعني، والله انا بستغرب، انا بقول لكم اهو، انا بقول لكم فيديو عامل 3 مليون انا كل ما افتكره اضحك. لكن في الاول وفي الاخر يعني احنا في زمن صعب، محتاجين نعض فيه كده بالنواجذ كده على سنه النبي عليه الصلاه والسلام، متمسكين بديننا بهويتنا بسمتنا بصلاتنا. ابدا ابدا الصلاه 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 الصلاه، عينك اول ما ياذن على طول، الاول وفي الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب. انتوا بتهزروا، انتوا بتسالوني لسه؟ يا نهار، انتوا بتسمعوا مواعيد البرنامج؟ ده انا بقالي 5 سنين قناه اسمها قناه وطن، وقناه وزع قناه التناصح، احنا موعدنا على قناه التناصح كل يوم سبت الساعه 8 بتوقيت القاهره، وعلى قناه وطن حد واثنين وثلاث الساعه 8 بتوقيت القاهره 9 توقيت اسطنبول، والاعاده ثاني يوم. تمام كده؟ بتخشوا على الصفحه، خشوا على الصفحه واسمعوا الفيديوهات، او خلوكم على اللايف تاني. ساره سمير بتقول حضرتك ممكن تقولي لي رايك في علم الطاقه هبل، علم الطاقه ولا الكلام ده يا ساره؟ كلام هبل، وقوانين الجذب بدنجان. انا واحده من الناس معايا اعتماد برج امريكي كان فيه، وايه بقى، وكان لسه طالع بقى في 2007 و2008، ويعني رحنا بعنا الذهب وناخد الدورات دي واخدينها من السورس، مع برج امريكي فيها. كل الكلام ده بدنجان، كل الكلام ولا الكلام والطاقة، ولازم تبقى انت توحد جسدك مع المسارات ومع اللي مش عارف والشكرات التي كلام فاضي. يعني بتاع دوت دي حاجات من التعليم البوذية، الفانج شو والتيشي، كل الكلام دوت من البوذية، واحنا ابعد يعني ما لا تمت للدين. بس اقول لك ايه بقى، احسنوا الظن في الله، ولازم لما تحسن ظن والنبي عليه الصلاه والسلام، فاحنا بنأسلم علم الطاقه. غلط غلط. في دكتوره اوصيكم ان انتوا تتابعوا تتابعوا الاكونت بتاعها والموقع بتاعها، اسمها دكتوره فوز الكردي، دكتوره فوز الكردي. شوفي عامله رساله ماجستير ودكتوراه في الامر ده، وبترد على الخزعبلات دي، خزعبلات، ويقول لك بس والطاقه ولازم تتوقع وده انت مش عارفه ايه. وكنا بندرسه، وانا من 2000 شهر كان 2012 او 2011 طلعت بوست وقلت انا اعلن انا هلس تبرأت من هذا الامر، لا سبحانه وتعالى لا يموت للدين بصلاه. بصوا يا جماعه، اللي بيدرس علم شرعي وعقيده وفقه وسيره، لا طب اللي بيدرس بلاغات القرآن، اللي بيدرس سبب بس، مجرد التدبر بس بسيط للآيات، ما يستلذش، أنا بقول لكم ما بيستلذش أي حاجة تانية. في الأول وفي الآخر إحنا محتاجين إن إحنا نرجع للكتاب والسنة، وأي حاجة بره الكلام ده بدنجان. خلاص يا سارة؟ إيش يا سارة؟ أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينجيكي من الكلام ده. إيه لو صليت وقت الاذان غلط ليه؟ طالما قال الله اكبر دخل الاذان، يعني سنه حتى على الاقل اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه واعملي على طول وصلي، ما فيش مشاكل. إيه ربنا يبارك فيكم. هو تمرين التنفس تاني للاولاد، باخد نفس على 4 عدات 1 2 3 4، وبعدين اكتم عدتين، وبعدين اطلع من بقي كده كاني بنفخ شمع على 8 عدات، تمام كده، او 4 2 4 تاني، فتلاقي نفسك بتهدي اصلا. نور عمر بتقول مشكلتي انا بتعصب على بنتي وبحفظها القران. ابدا اوعوا تخلوا العبادات بعصبيه، اوعوا تخلوا الصلاه بعصبيه، اوعوا تخلوا حفظ القران بعصبيه او غضب او ضرب، لا خلي اقرني العبادات دايما بالايه؟ بالحلو وبالانجازات وبالتحفيز وهكذا.
مين تاني؟ سارة سامي. دكتورة لو متقدم لي حد ازاي اعرف هو بخيل ولا لا؟ اخرجوا معاه بره من العيلة، يعني شوفوا بره، اتقابلوا بره انت وعيلتك معاه، اخوكي مامتك وباباكي كذا، واخرجوا وشوفوا هو بيتصرف ازاي، مجيوا البيت عامل ازاي. ما بنقولش نكلف الشباب، لان في بيبقى مش بخيل، لكن هو داخل في جمعيات يا ابني، داخل في جمعيات عشان يعرف يتجوز، وداخل في جمعيات عشان يعرف يجهز، وداخل في كذا. في فرق ما بين اللي مطحون عشان يكون، وفي فرق اللي بيعمل او يسيبك او ما بتتصليش ليه اصلا، الباقه خلص اصلا انت، يعني بيبان. واسالي عليه، اسالي عليه. هبه علي، انا تعبت من واحده مش متجوزه، من فضلك قولي لي طريقه اقرب بيها لربنا ازاي. اولا ندعي دعاء سيدنا موسى لكل بنت عايزه العريس، دعاء جلب العريس. ادعي دعاء يا بنت سيدنا موسى: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته. ودايما ادعي: يا رب يا رب عايزه الزوج التقي الصالح القران. انا عايزه اقول لكم البنات بقوا يكتبوا الدعاء ده في الكومنتس، خلاص التقي الصالح الرباني القراني، اللهم امين. ادعو الله سبحانه وتعالى: يا رب جوز جميع البنات، ويا رب يا رب يجوز جميع الشباب المسلمين بالزوجه التقيه الصالحه، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.